يعطيك العافيه دكتور، مرحبا، اهلا وسهلا فيك، الله منورنا في البرنامج. ان شاء الله تكون مبسوط. الحمد لله تمام. الله يعطيك العافيه دكتور. هو شوي اجواء الصيف الان مغيره على كل البلدان العربيه، وين المكان، في كل العالم، حتى في اوروبا، حتى بيشكو منها. صحيح، وهي بالعاده كانت شتويه، يعني موجه حر شديده، بس الله يا ربنا ييسر الامور. تماما، احنا اليوم بنتكلم مثل ما حضرتك عارف عن الجدري وما يتعلق بالحمل. في مقدمة بسيطة فقط أقول للمشاهدين أنه عادة ما يعرف الجدري المائي بأنه أحد الأمراض الفيروسية المعدية والذي ينتقل في الهواء، تزداد فرص العدوى منها عن طريق التنفس أو اللمس، ويصيب عادة الأطفال في شهور تغير الفصول، لكن أحيانا يصيب النساء الحوامل. فيا ترى ما هي أسبابه، وهل يشكل خطرا على الجنين، وكيف تحمي الأم نفسها من خطر الإصابة بهذا المرض؟ إذن لمعرفة ذلك يسعدنا أن نرحب بالدكتور عمر الصلاحات، وهو استشاري النسائية والتوليد وأطفال الأنابيب. أهلا بك دكتور في استديو صباح الأجمل. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك دكتور. كما ذكر حمير أنه في بداية المقدمة أن الجدري المائي يصيب عادة الأطفال في تغير الفصول السنة، لكن الغريب أنه يصيب النساء بالذات الحوامل. لو تعرفنا أنت برأيك دكتور، ما هو الجدري؟ الجدري المائي، خلينا عشان نكون عارفين انه في جدري وفي جدري مائي. الجدري السمول بوكس بسموه، هذا خلص انتهى من زمان، يعني كان يصيب الناس. هلا الجدري المائي اللي هو التشيكن بوكس بنسميه احنا، اللي هو عباره عن مرض فيروسي بينتقل، يعني بيصيب الاطفال غالبا، بينتقل عن طريق التنفس، بينتقل عن طريق الملامسه اللي هي عند البثور. بميزه انه وجود بثور جلديه تحتوي على سوائل زي الماء، بتكون هي عباره عن فيروسات فيها. تقريبا بنحكي انه غالبا ما تصيب الاطفال، نادرا ما تصيب الناس الكبار بالعمر، منهم الحوامل. يعني من الشغلات الفيروس المسبب له بسموه فاريسيلا زوستر فيروس، هذا اللي بسبب المسبب الرئيسي اللي هو التشيكن بوكس، اللي هو الجدري المائي. طب دكتور، يعني كيف بنميز بين بثور الجدري والبثور العاديه لغيرها، امراض مثلا، وما هي اعراض الاصابه بالجدري؟ فقط شكل على الجلد مثلا؟ اجمالا بنقدر نحكي انه فتره الحضانه تقريبا ما بين اسبوع الى 21 يوم، اللي بميزه انه بيكون في حراره بسيطة مش عالية زي مثلا الحص بالأمراض الثانية، اللي هو مثلا الحمى الخرموزية أو الحمى الحص بالألمانية. الجدر المائي بيكون الحرارة أخف، ولكن اللي بيميزه أنه وجود بثور على الجسم، تبدأ بالجسم اللي هو الجذع وهي الأمور كلها، بعدين بتنتقل على الوجه، بعدين على الأطراف، وممكن حتى بالثم، بتكون عبارة عن بثور تحتوي على سوائل اللي هي التقيحات اللي هي اللي بتكون فيها الفيروسات. وطبعا من الشغلات الموجوده بتكون الحكه، هي اللي بتكون غالبا ما بتصاحبها التهابات بكتيريه ثانويه بنسميها، اللي هي سكندري بكتيريال انفكشن للجلد. ومثل ما حكينا غالبا بتصيب الاطفال، بس ممكن تصيب كمان الكبار بالعمر، النساء. طيب دكتور، اذا كان الجدري المائي معدي، كيف ممكن انه ينتقل بالعدوى من شخص لآخر؟ غالبا تنتقل عن طريق التنفس، يعني إذا كان في بالطفل مثلا بصف واحد انصاب، بتلاقي أغلب هذول انصابوا. عملية الانتقال الثانية اللي هي بتكون عن طريق الكونتاكت، اللي هي الملامسة المباشرة. إذا كان في مثلا مثل ما حكينا، هاي التقيحات تحتوي على فيروس، فإذا كانت الملامسة مباشرة ممكن إنه ينتقل للشخص الأطفال. كذا خطير جدا، تحس الموضوع يخوف حتى الأم، يعني لما تنصاب بالجدري ممكن يصابوا بقية أطفالها. ممكن طبعا إذا كانوا مش مصابين. طيب بالنسبة للأم الحامل، هل يشكل الجدري خطورة على طفلها، خصوصا في الشهور الأولى؟ يعني خلينا نحكي بداية، الأم الحامل إذا كانت مصابة، وغالبا أغلب الأطفال بنصابوا هم صغار، ممكن يكونوا عارفين أو مش عارفين، ولكن الأغلبية بيكونوا يا مصابين يا أنهم عندهم مطعوم اللي هو ماخذين اللقاح. ماخذين اللقاح، فعاد الأجسام المضادة بتمنع وصول الفيروس للطفل داخل الرحم. ولكن في حال إذا كانت الأم ما انصابت، يعني وصار في عندها انفكشن، هل بنقدر نقسم مرحلة الإصابة إلى قسمين، ما قبل 20 أسبوع وما بعد 20 أسبوع. قبل 20 أسبوع
بالغالب بيكون الأطفال يعني الجنين بيكون داخل الأم في مرحلة التكوين اللي هي اللي بتكون اللي هي بتكون في تكوين أجهزة التطور الأجهزة اللي كان الدماغ أو القلب أو هاي الأمور كلها. فبهاي الحالة بنصاب بتشوهات خلقية نتيجة هذا الفيروس، من ضمنها المشاكل بالجلد اللي هو الندوبات، بيجي الطفل كلاته ندوبات كثيرة اللي ممكن يأثر على العينين على البصر، ممكن يأثر على العضلات والعظام، ممكن يأثر على الدماغ، من ضمنها اللي بكون الدماغ أصغر من حجمه، بيأثر على الجهاز الهضمي. يعني تشوهات خطيرة جدا على نحكي على الجنين، هاي التأثيرات على الجنين ممكن تؤدي للوفاة هذه التشوهات، ممكن الإجهاض اللي هو اللي مثلا يعني الإجهاض يعني الولد المبكر وهاي الأمور كلها، ولما يجي بكون يعني في عنده مشاكل خلقية كثيرة. هلا ما بعد العشرين أسبوع برضو مقسمها إلى قسمين، القسم اللي هو ما قبل الولادة بأسبوع أو ما بعد الولادة، بهاي الفترة ما غالبا ما بتأثر، نادرا ما بيأثر على الجنين، يعني بتنصاب الأم وبتشفى ما بيأثر على الجنين نفسه، ولكن إذا انصابت الأم ما قبل الولادة مثلا بأسبوع ممكن انه بيكون السات مثل ما حكينا احنا فيه الكونتاكتس اللي هي التلامس المباشر، التلامس وهذه، فبتعدي ابنها ممكن تعدي في بهاي الفتره. وغالبا اللي بنصابه بهاي الفتره للاطفال اللي بيجوا اللي هو بنولده بعد اسبوع من او خلال اسبوع من اصابه الام، لازم نعطيهم خلال 96 ساعه لازم نعطيهم لقاح الإيمونوغلوبولين اللي هو الأجسام المضادة، ولازم تبعدوا عن الأم. ونسبة الوفاة عندهم ونسبة الوفاة بتكون عندهم عالية، يعني 30% تقريبا بتوفوا، بيجوا بسندروم بهاي الشغلات اللي من ضمنها مشاكل بالتنفس ومشاكل بهاي، غالبا في يعني نسبة كبيرة منهم بموتوا. أما ما قبل الأسبوع مثل ما حكينا إذا كان في فترة أسبوع، فإحنا عادة إذا انصابت الأم بنحاول قدر الإمكان إنها ما تولد في هاي الحالة لغايه ما تتعدى يعني يكون في فتره هاي مرحله الخطر انها تقدر تولد عادي. بالعادي مثل ما حكينا احنا اللي بنصاب الاطفال اللي بنعطيهم اللي هو الاجسام المضاده اللي هي الاجسام المناعيه الايمونوجلوبولين للفيروس هذا. طيب دكتور، يعني اذا اخذت المراه الحامل المصابه بالجدري المائي مطعوم، هل يسبب لها خطر وهي حامل؟ يعني عادة المرأة الحامل من الناس اللي بيكون عندهم المناعة قليلة، يعني إذا حكينا إحنا إذا الفيروس صاب شخص مناعته قوية بتكون أمور كويسة، خاصة لما يكون صغير بيكون المناعة عندهم أحسن. المرأة الحامل من اللي عندهم المناعات بتكون قليلة، فبيسببها لها مشاكل حتى عليها نفسها اللي هي من ضمنها مشاكل خطورة على الحياة نفسها، اللي هي من ضمن التهاب الرئوي والتهاب السحايا، التهابات كثير بصير يعني يعني أكيد في حلول. ولكن على المطعوم إحنا لما نحكي المرأة الحامل ما بتقدر تأخذ الفاكسين نفسه، ولكن بنقدر نعطيها اللي هو الإيمونوجلوبولين اللي هو اللي حكينا عنهم الأجسام المضادة اللي هو اللقاح اللي هو الأجسام المضادة، أو في حالات بعض الحالات إذا انصابت الأم ممكن نعطيها اللي هو الأدوية المضادة للفيروسات مثل الفالسيكلوفير أسيكلوفير هاي الأمور كلها. بنحكي إذا بننصح الأم قبل الحمل بثلاث شهور إنها تأخذ المطعوم إذا كانت ما صابها جدري قبل وهي صغيرة أو ما أخذت المطعوم. فبهاي الحالة بننصح إنه إذا مخططة للحمل نعمل لها مثلا نتأكد من الأجسام المضادة بالجسم، إذا ما في عندها بننصحها تأخذ المطعوم قبل قبل الحمل. من ضمن الروبيلا وشلزها كمان برضو نفس الشيء قبل الحمل بكونوا. طب دكتور، تكلمت حضرتك إنه ممكن يحصل عند الطفل مشاكل في الدماغ، طيب هل ممكن تتأثر الأم أيضا في دماغها في أعصابها مثلا في حالتها النفسية والعصبية بسبب الإصابة في الجدري؟ أكيد أنا مثل ما حكينا اللي هي من المضاعفات اللي ممكن تصيب الأم الحامل اللي هي عن أكثر شيء اللي هو الالتهاب الرئوي اللي هي بتكون خطيرة جدا على الأم، ومن ضمنها برضو التهاب الدماغ اللي بيشكل بعدين بتأثر عليها، وبرضو بتأثر على مشاكل كتير من شغلات مشاكل اللي هو عصبية. طيب دكتور، كيف يمكن الوقاية من الإصابة بالجدري للمرأة الحامل أثناء الحمل؟ أول شيء بدنا نتأكد إنه هي انصابت بالحمل، انصابت يعني هي صغيرة أو لا.
اذا ما انصابت على اساس انه نتاكد انه ما تخالط اي يعني حدا عنده جدريه. مثلا بتكون عارف انه الناس الفلانيه عندهم جدريه انه اذا مش مصابه انها ما تخالطهم، واذا خالطت مباشره استشاره الطبيب عشان نعمل الاجسام المضاده نشوف كيف امورها، لانه في بعض المرات انه بيكون في عندها اجسام مضاده ولكن هي ما بتعرف، يعني مش متذكر انها انصابت هي صغيره، فبنعمل لها هاي على اساس انه نتاكد. فالوقايه بهاي الشغلات. بالنسبه للمشاكل البثور الجلديه وشغلات زي هيك اللي هي التغسيل المستمر خاصه بالصابون، الوقايه من قص الاظافر، لانه اكثر المشاكل اللي بتصير بالجلد اللي هي البثور انه بتصير في حك كثيره، فبتلاقي الواحد لا شعري بضل يحك من هاي بجرح الجلد، ممكن انه يؤدي الى مضاعفات التهابات بالجلد من بكتيريا او ممكن تنتقل حتى من مكان لاخر. فقص الاظافر هاي باستمرار خاصه للصغار اذا كان انصابوا هم كمان، مثل ما حكينا اذا صار عندها المرض انه بانو شهور والمتابعه الدوريه الصحيحه، والعلاج اللي هو يا مضادات الفيروسات اذا كانت مثلا بالشهور، خلينا نحكي بعد ال 20 اسبوع ممكن نعطيها هيك، او انه بنعطيها الامنوغلوبولين مرات في بعض الحالات. طب بالنسبه للمراه التي اصيبت بالجدري، ما هي يمكن الخطوات الطبيه الضروريه اللي يجب عليها اتباعها في هذه الحاله، او حتى في حاله انها شكت انها اصيبت بالجدري؟ اذا شكت انها انصابت بالجدري، مراجعه الطبيب، بنعملها الفحوصات اللازمه، فحص الدم اللي هو الاجسام المضاده اذا في عندها مناعه او غير ما في عندها مناعه. طبعا المشاكل اللي بتصيبهم دائما انه بتكون مرات الجهاز المناعي ضعيف جدا ضعيف، فبهاي الحاله بصير مضاعفات اكثر، فاحنا لازم نقوي اللي هي شرب السوائل بزياده، اللي هو اخذ اذا كان في حراره مثلا ممكن ناخذ مسكنات خافض حراره غير الاسبرين طبعا. ممكن في بعض الحالات انه مثلا نعطي مضادات للفيروسات والامور هذه، كريمات للجسم عشان الحكي، في بعض الحالات اللي من انتي هيستامين عشان تخفف الحكي اللي عندها. الامور الثانيه اللي هي المراقبه، مراقبه الجنين برضه طبعا اذا كانت حامل على اساس انه نتاكد انه ما يكون في اي مشاكل عنده. خلينا دكتور نستثمر وجودك معنا اذا بسؤال اخير، ما هي الاجراءات التي يمكن ان تساعد المراه الحامل في تقويه مناعتها، لانه يمكن في الاغلب بتكون مناعتهم ضعيفه اثناء فتره الحمل، فكيف ممكن المراه تبدا من اول شهر انها تقوي مناعتها؟ هلا احنا عاده للمراه الحامل بنصحها دائما بالاكثار من شرب الماء، شرب الماء بزيد السيركيليشن بالدم اللي هو الدوره الدمويه، يعني بتعدل الامور كثير بجسم المراه. الشغله الثانيه اللي هي اخذ المضادات الاكسده او الفيتامينات والاملاح المعدنيه بنعطيها الحامل بشكل دوري، زمان ما كانوا يعطوها، كانوا ياخذوا كل شيء طبيعي، هلا صرنا نعطي السبلمنتس اللي هو للحوامل الخصيصي، هذه بتكون، فهذه برضه بتساعد على اللي هو رفع المناعه. ترك العادات السيئه مثل التدخين، اخذ الكوفيين بشكل كثير والامور هاي، ممارسة الرياضة، الرياضة دائما بتخلي الجسم برضه فيه نشاط ومقاومته بتكون أفضل. الأكل الصحي خلينا نحكي اللي بيكون يعني معتمد على البروتين والكربوهيدرات والأمور هاي كلها والدهنيات بشكل معتدل. إنه ما تكون مثلا تأخذ سكريات كثيرة، تقلل مثلا بعض الشغلات، يعني كل شيء تأخذ الفواكه الخضار اللحوم هاي كلها تكون الأكل المعتدل، ودائما بننصح طبعا مثل ما حكينا ممارسة الرياضة، هاي الشغلات من الأساسيات. تماما. شكرا جزيلا لك الدكتور عمر الصلاحات، وأنت استشاري النسائية والتوليد وأطفال أنابيب، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات. أهلا وسهلا، يعطيك ألف عافية دكتور. يمكن واحدة من النقاط المهمة أن والأم عادة ما بتفكر أنها حابة أن طفلها يطلع بصحة كويسة وصحة قوية، لازم تحافظي على صحتك أكيد، وتراجعي مع طبيبك ومع طبيب تغذية، وتأخذي كل المكملات الغذائية اللي تكون إن شاء الله محتاجة لها، ونتمنى لكل الأمهات ولكل الحوامل السعيدة أيضا تشاهد هذه الفقرة الطبية مع الدكتور. تماما.